السلام عليكم، مرحبا بمتابعين قناة هنتافي. في موضوع حلقة اليوم اللي غادي يكون على الأطباق المشهورة اللي كتواجدوا هنا في إسبانيا. أول واحد هي بايا، وحنا كنقولوا ليها بايلا، ونشأت في مدينة فرنسيا وكتنقسم لثلاثة الأنواع. أول واحدة بايا بالمأكولات البحرية يعني كلهم، وبايا فرنسيا تتكون من خضروات والدجاج ولحم البيض والمكون الأساسي الأرز، وبايا ميكيتيا وهي عبارة عن خليط متجانس تتكون من أرز دجاج لحم وخضروات وزعفران وزيت زيتون، وتورتيا إسبانيول وهو الأومليت الإسباني، وهالطبق هذا من أحب وأشهر عند الإسبانيين. بالنسبة للمكونات الأساسيين، البيض، بطاطس وبصل مطبوخ وزيت الزيتون. كيقولوا هالطبق هذا راه ساهل، يعني ملي كتحطوا كل شيء، ولكن في الدريساج ديالو كيطلب واحد التقنية خاصة. وأيضا الكريمة كاتولينيا، كريمة كاتالان، هي حلوة كتقدم ديما باردة عندهم، ومن الفوق كيزينوها بقشر الليمون والقرفة. وبالنسبة لمكوناتها الأساسيين، حليب والكريمة وصفر البيض. وأيضا هناك العديد مثل أرز نيجرو، الأرز الأسود، وغامباس أخيو، جرامبي بتوم، وغاساباتشو. بون، كانوا دوما معلومات اليوم، نتمنى تكونوا استفدتوهم معايا. انتظروني الاسبوع الجاي مع موضوع جديد. شكرا.